بصراحة بناء جامع السلطان هيام استغرق معنا وقت أكثر بكتير من الوقت اللي كنا حاسبينه، يعني صار في انهيار كتير كبير ببعض أجزائه يلي انبنت أول شيء، بس الحمد لله ما في خسارة بالأرواح، الخسارة كانت مادية يا مولاي. إذا رئيس المعماريين علاء الدين أغا مو قد هذا الحمل، ليش لساته بمنصبه يا أبو سعود أفندي؟ مولاي، علاء الدين أغا صار رجال كبير وختيار، وما بقى يقدر ينظم شغل المعماريين يلي جلالتك اخترته لبناء الجامع. لطفي باشا، فوراً بتسلم بناء الجامع لشي معماري خبير. لازم مجمع السلطان هيام ينتهي قبل نهاية هاي السنة. أمرك مولاي السلطان، بعرف معماري محترف متأكد رح يعجب جلالتك. قابل جلالتك وحضرتك أثنيت عليه وأبديت إعجابك فيه. مين بيكون؟ المعماري سنان باشا يا مولاي، مثل ما بتعرفوا بنا جسر بورت بفترة وجيزي وجلالتكم قلتولي مشان كافئوا يا مولاي، وهذا الجسر كان له دور كتير كبير بالنصر. ايه تذكرته لسنان، اقتراحك بمحله يا باشا. من اليوم سنان هو المسؤول عن بناء جامع السلطان هيام، مفهوم؟ ما عندي شك ابدا انه رح يبدع ببنائه يا مولاي، واذا جلالتكم بتشوفوا انه يصير رئيس المعماريين والمسؤول عن الجامع. طبعا مناسب يا باشا، بتبلغ سنان بسرعه وبتخليه باشر بعمله. امرك مولاي السلطان. طلعوا 9 ما هيك؟ مزبوط 9. خير يا سنان، شو اللي عم بتحاول تلاقي له حل وليش كل هالحسابات؟ لا تذكرني يا نصوح أفندي، من زمان وأنا عم دقق ببناء آيا صوفيا، كل هالصور والمخططات إلن علاقة فيه. لا ليل ليل ولا نهار نهار، عن جد الله يرحم ترابون إيسيدوروس وأنثيميوس، شو طلعوا علماء كبار قبل 1000 سنة يا سنان. علماء كبار هن اللي عملوا أكبر كنيسة واللي هلأ صارت أكبر جامع بالعالم. ما في غير الإسبان عملوا أكبر منها يا نصوح أفندي، طبعاً مو جامع، قصدي إنهم عملوا كنيسة. صحيح كنيسة سانتا ماريا، بس طولوا كتير لحتى قدروا يخلصوها. أنت بشو عم بتفكر يا سنان؟ لا تكون ناوي تعمل شي يتفوق عليهم. هو للحقيقة عقلي عم يقول لي هيك، بس والله شغلتها كتير صعبة، والله صعبة. أنت هلأ بلش بالشغلات الصغيرة وبعدين منشوف شو بيصير. تعرف شي عن موضوع التكية اللي عم تنبنى بسوق أورات؟ معقول ما أعرف؟ وبالعلامة يا نصوح أفندي أنا ساويت لهم الحسابات. لكن ليش ما سووا لهلا؟ والله بصراحة هن ما إلهم ذنب بالمرة، بعدين إذا بدك الدغري أنا حساباتي ما حدا بيقدر يفهمها غيري. أحياناً حتى أنا ما بفهمها. المشكلة إنه العواميد يلي لازم يكونوا محطوطين مو موجودين. طول بالك، أنت شو قاعد عم تشرح؟ من اليوم ورايح التكية أماني عندك، أنت اللي رح تعملها. لا تتسلى فيني نصوح أفندي، يعني مين أنا لحتى أعملها ومين ممكن يسلمني هيك مهمة؟ مولانا السلطان سليمان هو اللي سلمك ياها. سليمان تعالي هيام. حبيت خبرك عن المعلومات الجديدة بخصوص التكية تبعك. كنت رح أسألك عن هالموضوع سليمان، نحن دفعنا كتير بس مع كل هالشي إلهم شهور ولسه ما عرفوا يحطوا حجر. أنا عزلت رئيس المعماريين وحطيت مكانه بهالمنصب معماري ناشئ شاطر وموهوب اسمه سنان. إيه أنت أكيد بتعرف أكتر مني، بس برأيك ممكن واحد جديد يقدر على هيك مهمة؟ لا تاكلي هم يا هيام، وقت كنا بالحملة عمل جسر فوق نهر بروت وضلت الناس تحكي فيه شهور، رب العالمين عطيه موهبة كبيرة. كتير منيح. يا عيني يا عيني، طلع في عنا جوهرة بين ايدينا ومالنا عرفانين هالشي. استغفر الله نصوح أفندي، ما تنسى انه عم استفيد من كتبك.
بفضلك تعلمت أشياء كتيرة. طيب إمتى رح نروح على سوق أورات؟ لازم أحكي مع رئيس المعماريين ونسخ معه بالأول، بعدين العدة تبعي هون مثل مشايف، كيف رح ننقلها؟ أنت شوف الحل المناسب يا سينان أغا، مو أنت بتكون رئيس المعماريين؟ جلالة السلطان عم بيسأل كتير ولهيك لازم نخلص عن قريب. عفوا نصوح أفندي، بعتذر على هالسؤال، أنت قلت رئيس المعماريين ولا أنا سمعت غلط؟ لطفي باشا رشحك ووصفيك، والسلطان شافك مناسب لهالمنصب، وبموجب هالفرمان تم تعيينك بمنصب رئيس المعماريين. ألف مبروك إن شاء الله. نصوح أفندي لازم بلش بالشغل فورا. الله بيعلم وين حطيت الحسابات يلي عملتهم. يلا خلينا نروح فورا، يلا يلا. مولاي، إذا قررت مكان إقامة المبنى هو سوق النسوان، فأنا بشوف من المناسب إنه يكون للجامع إبة واحدة وكمان مأدنة واحدة مولاي، وأنا ناوي إني كتر من عدد الشبابيك مشان التهوية والإنارة توصل لكل زاوية، وعملت حساب لكمية الضوية اللي رح يفوت حسب كل وقت من أوقات النهار، لأنه ما بصير يكون داخل المبنى معتم. ممتاز، الإنارة والتهوية مهمين كتير. وبهي الجهة يا مولاي، أنا عم فكر حط أماكن الوضوء للمصلين لأنه دافي وبتصله الشمس، وقدام الخزنة رح تكون المكتبة الكبيرة ومدرسة لتعليم الصبيان والمشفى مولاي السلطان. منيح كتير، ادخل. مولاي السلطانة هيام وصلت. خليها تفوت. مولاي هيام، هذا المعماري سيناني اللي حكيت لك عنه عم يقدم لي معلومات عن البناء. كتير سمعت عن مواهبك وفنك يا أفندي. هاد من لطفك يا سلطانة. قالوا لي إنه تنفيذ المبنى ما رح ياخد معك وقت كتير، إمتى رح يكون جاهز يا أفندي؟ إن شاء الله يا سلطانة، رح يكون جاهز خلال 6 شهور من اليوم.